البيت الأبيض حامي حمى الديار العربية، المدافع عن الإنسانية، الذي يهب دوما لنجدة المظلومين والمكلومين والمذبوحين إلا في فلسطين. البيت الأبيض بيستبعد وصول العمليات العسكرية في رفح لمستوى الهجوم البري. طبعا المقدمة اللي أنا قلتها دي كلام فارغ، البيت الأبيض لا بيهب لنجدة حد ولا بيساعد حد ولا العرب بيفرقوا معاه في حاجة. يعني إحنا كلنا أكتر من 350 مليون عربي ما نفرقش معاه في حاجة. البيت الأبيض والولايات المتحدة الأمريكية كل اللي يفرق معاها فلوسنا بس، لا أكثر ولا أقل. طيب بيقول إنه إحنا بنستبعد إنه يحصل هجوم بري شامل وأي محاولة لاحتلال رفح. هل ده بسبب البيت الأبيض؟ الحقيقة لا. يعني لو ده وإن شاء الله عمره ما هيحصل، فإنه الحيلولة دون وصول الأمر إلى ذلك هو بسبب التحذيرات المصرية. ده من الآخر. طيب خلينا نفهم أكتر. معنا على التليفون الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين. أهلا بيك يا دكتور صلاح. أهلا وسهلا بك وتحياتي لك ولجمهور المستمعين. الله يخليك دكتور صلاح. البيت الأبيض بيستبعد أنه العمليات تتوسع أكثر مما هي عليه في رفح، وبيستبعد أنه الاحتلال يقوم بعملية احتلال لمدينة رفح. كيف ترى تصريحات البيت الأبيض بل ومواقفه، خاصة خلال الخط قطع خلال تقريبا 72 ساعة فاتت؟ تاني هلخص لحضراتكم مواقف البيت الأبيض خلال الثلاث أيام الماضية أو الـ 72 ساعة اللي فاتوا. الكثير من التصريحات حول وقف شحنة السلاح اللي كانت رايحة، وكأن البيت الأبيض فتح عك. أدي واحد. اتنين، نعم نحن لن نصوت لأجل، أو يعني طبعا دلوقتي المتحدة الأمريكية كلها مش بس البيت الأبيض، فنحن لن نصوت لأجل فلسطين لحصول عضويتها الكاملة. أخيرا، مين قال أن هناك أدلة كاملة تفيد بأن شحنات السلاح الأمريكية هي من تسببت في قتل عشرات الآلاف من الأطفال؟ معنا على التليفون دكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين. أهلا بك مرة تانية دكتور صلاح. اهلا وسهلا بك يا صديق العزيز. الله يخليك دكتور صلاح. دكتور صلاح، كيف ترى تصريحات ومواقف البيت الابيض؟ يعني هذه التصريحات تاتي في اطار اكاذيب مفضوحه وتخدير للراي العام الدولي ومحاوله لامتصاص النقم الواسعه في حتى في داخل الولايات المتحده الامريكيه وحركه احتجاج الطلاب الواسعه وايضا الجماهيري ضد سياسات الولايات المتحده الامريكيه. واليوم فقط أصدرت دولة الاحتلال أوامر إخلاء جديدة طالت معظم أحياء مدينة رفح، مخيم الشبورة ووسط مدينة رفح وأحياء واسعة ما بعد أن طلبت إخلاء شرق مدينة رفح تماما، لتصبح الآن المناطق المهددة بالإخلاء تزيد مساحتها عن 60% من مساحة محافظة رفح البالغة 60 كيلو متر مربع، كما أن الترويع والاستهداف وعمليات القتل وتدمير المنازل فوق رؤوس قاطنيها مستمر في رفح وفي مناطق مختلفة في غرب المدينة، وحتى أن هناك مناطق غرب مدينة رفح بجوار شاطئ البحر في منطقة السلطان والحي السعودي تعرضت إلى قصف من البوارج الحربية. هذا الترويع والترهيب للمدنيين إضافة يهدف إلى تهجير كل سكان هذه المدينة والذهاب إلى أماكن مدمرة لا تتوفر فيها الحد الأدنى من شروط الحياة، كما أنها مكدسة بالنازحين، وليصبح الآن أكثر من 97% من سكان قطاع غزة نازحين. واليوم أيضا أصدرت سلطات الاحتلال أوامر نزوح جديدة لكل سكان شمال غزة، محافظة شمال غزة التي تضم مخيم جباليا وبلدة جباليا وبلدة بيت لاهيا وبلدة بيت حنون بكل أحيائها، طلبت منهم التوجه غربا إلى مدينة غزة في منطقة الغربية التي دمرتها سلطات الاحتلال ودمرت حتى مستشفى الشفاء. واليوم يعلن عن اكتشاف مقبرة جديدة، في هي المقبرة الثالثة في فقط في ساحات مستشفى الشفاء، وهي المقبرة الثامنة على مستوى المقابر الجماعية التي قتل فيها جيش الاحتلال مدنيين بعد أن كان قد احتجزهم، وتطر علامات أنهم لم يشكلوا خطر على دولة الاحتلال وقواتها، وأنهم كانوا مصفدين بالكلبشات أو بالأربطة البلاستيكية وبعضهم مغمى الأعين، إضافة إلى أن بعضهم من الأطقم الطبية والممرضين كانوا يرتدوا معاطف يعني بيضاء.
أو المعاطف المستخدمة في المستشفيات الفلسطينية. لذلك هناك جرائم حرب تتم، وللأسف الولايات المتحدة الأمريكية تستمر في دعمها لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ويعجز عن وقف هذا العدوان وحتى ضمان الضغط على نتنياهو للوصول إلى اتفاق تهدئة. كان المجتمع الدولي يرقب، وكنا بين قاب قوسين أو أدنى أن يتم الإعلان عن هذه التهدئة التي تنهي مسلسل العذابات وحرب الإبادة الجماعية على المدنيين الفلسطينيين. طب رأيك دكتور صلاح، لماذا تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الاحتلال رغم كل هذه المأساة الإنسانية واتهامات الإبادة التي أصبحت يعني معروفة بل وهي يقينية أمام العالم، حتى أنها طالت الولايات المتحدة الأمريكية بأن السلاح الأمريكي يستخدم في الإبادة؟ نعم، يعني هذا الأمر يرجع إلى مجموعة من العوامل. العامل الأول أن الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها هي أكبر منتهك لحقوق الإنسان في العالم، وهي متهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية بحق الهنود الحمر وبحق هيروشيما وناكازاكي بضرب القنابل الذرية في الحرب العالمية الثانية، وفي دول أمريكا اللاتينية وفي أفغانستان والعراق وغيرها من المناطق طبعا التي تستمر فيها قوات أو القواعد العسكرية الأمريكية. الجانب الثاني أن أحد محددات السياسة الخارجية الأمريكية حفظ أمن دولة الاحتلال، وإن تعرضت هذه المعايير إلى هزة عميقة لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تصبح قضية غزة وفلسطين قضية داخلية تلعب دور في الانتخابات الأمريكية، وتصبح هناك حركة اهتمام كبيرة باتت توازي أو على الأقل توازن اللوبي الصهيوني الحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي كان على الأقل يعني لديه القدرة في التأثير الفعلي على صانعي السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية سواء في مجلس الشيوخ أو الكونغرس أو حتى في الإدارة الأمريكية. إضافة عن الفوائد التي كانت تقدمها إسرائيل في داخل المنطقة باعتبارها قاعدة عسكرية متقدمة للإمبريالية العالمية، تمنع تنامي عوامل ومؤشرات تنمية هذه المنطقة، وتسمح بالاستمرار في إضعافها والسيطرة على مواردها وممراتها المائية ونفطها وغيرها من فتح مصالح تجارية للولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار هذه المنطقة يجب أن تبقى يعني منطقة استهلاكية تصرف فيها البضائع الأمريكية وغيرها من بضائع تسمح دائما بمنع وجود تنمية حقيقية في داخل هذه المجتمعات. أيا ما كان، إسرائيل الآن تضعف كثيرا، تتراجع كقوة إقليمية، ورغم كل ما تفعله من حرب إبادة وانتقام من السكان المدنيين وفضائع غير مسبوقة في التاريخ الإنساني، وهي أيضا تغلق المعابر لغاية الآن، وبالذات معبر رفح تمنع وصول المساعدات الإنسانية لليوم الخامس على التوالي، والسكان المدنيين يعيشون أيضا على المساعدات، وفي خرق واضح لكافة القوانين والمعايير الدولية سواء كان قانونا دوليا أو قانونا دوليا إنسانيا. أنا بشكرك جدا دكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين.